والله انا رجعت طبعا الكلام اللي اتقال ده، رجعت العقوبه وشكلها بالانجليزي عشان اشوف بس الترجمه دي، عشان كلمه فساد دي مظبوط كلمه خطيره جدا او رشوه، زي ما هي بيسالون الاخوه الصحفيين انه الحكم هيوقفوا بتهمه الرشوه وكده، وما ما ذكروش كلمه رشوه دي في الكلام الحقيقه اللي بالانجليزي. قالوا لكن قال هو بايز الليجت اللي بايز، بايز يعني تحيز، بايز يعني متحيز لفريق ضد اخر. برافو عليك، يعني الليجلي بايز، فبالتالي الحقيقه البايزنج ده اللي هو بيقول عليه ده ادعاءات الانحياز لفريق دون اخر. برافو، بالتاكيد هذه النقطه المهمه جدا اللي انا هذكر فيها يعني ايه العقوبات اللي ممكن تتم في الحته ديت، انه طبعا هيجيبوا الحكم، وطبعا الحكم هيرد على الشرير. انا بتكلم على بتاع بريميرو اجوستو مع التردي في المباراه اللي هي قبل مباراه الاهلي، قبل النهائي، فبالتالي المباراه دي كان فيها ضربه جزاء وعطيت للترجي، وهي واضحه انها ضربه جزاء، وبرضه في هدف الغي لبريميرو اجوستو وبرضه ما كانش طيب يلغى. هل عقاب الحكمين بسبب نفس المواد، بسبب ادعاءات الانحياز؟ ولا في واحد حاجه وواحد حاجه ثانيه؟ لا، على حسب علمي انه الاثنين ذكروا في هذا الامر لنفس الاسباب، ادعاءات الانحياز. ما هو ما قدرش يحط كلمة رشوة أو فساد في حاجة معينة، ما هو ما عندوش أي إثباتات عليها، صعب جدا إنك أنت تتهم. طيب لما يبقى في مشكلة مع الحكام اللي كانوا في النص النهائي والحكم اللي كان في النهائي، يعني اللي هم الجولتين اللي بيورونا مين البطل في الآخر، هل ده معناه أي تأثير على النتيجة النهائية؟ لا، ما دلوقتي حضرتك أنت يعني بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على إنه الشكاوى دي تمت في فترات مختلفة، فبالتالي لجنة الانضباط قبل ما تتلقى الأدلة وقبل ما تجيب الأدلة، زي ما أنا بقول لحضرتك إنها هتاخد وقت، والقرار السريع جدا اللي كان مدهش إيقاف وليد أزارو دي اللي كانت حقيقة مثيرة للجميع، إنه إزاي هذا القرار يتم بالسرعة دي، ولكن الضغوط بس ده بالنسبة للحكام واللعيبة، لكن لما يبقوا دلوقتي في الشكاوى اللي بيتحقق فيها للحكمين اللي في الماتشات النهائية اللي هو اللي قبل النهائي والنهائي، ده ممكن يعمل إيه؟ ما يعملش حاجة، الماتشات تفضل زي ما هي، النتائج تفضل زي ما هي. طالما بقول لك في تحيز، التحيز ده عقوباته مش ما بتعيدش مباراة. التحيز محتاجه تسمع منك الحكايه دي. اعاده المباراه بتكون في امور اخرى فيها فساد وفيها العقاب هنا بس على الحكمين في مستقبلهم بعد كده مع التحكيم. بالتاكيد زي الحكم اللي هو لامتي اللي حكم مباراه السنغال وجنوب افريقيا من قبل، لما تم اثبات انه كان هناك تواطؤ شديد جدا، وانه عمل حاجه اسمها ماتش فيكسينج، بحيث انه خرج المباراه بشكل انه هذه المباراه لازم تتم بخساره فريق على اخر عشان في المراهنات. طيب. اثبتوا انه كان على اتصال بيتصل بشركات المراهنات، فده تم بقى استبعاده نهائيا وايقافه مدى الحياه. هل التحقيق ده ممكن اللي حضرتك بتقول عليه انه ادعاءات انحياز دي، ما هو ادعاءات الانحياز دي ممكن تبقى بسبب رشوه؟ ممكن. هل ده ممكن بقى يتم اثباته مع مجال التحقيق بعد كده؟ هو بقى في التحقيق لو حد قال في رشاوي ويثبت ذلك يطلعوا هذه الاثباتات عشان يشوفوها تتوافق مع مع مع, مع طبيعه الحدث اللي عمله، اذا كان ضربه جزاء او الغاء هدف. لو اثبتت عليه لازم المباراه تعاد، لازم تعاد المباراه لو اثبتت الحكايه دي. لازم تعاد المباراه يعني بواقعات مماثله من قبل، فبالتالي الامر دلوقتي لسه في طور النقاش، وانت عندنا بطوله كاس العالم للانديه، والامور ممكن بقى في هذه الحاله يعني اذا كان هناك تطور. اي شيء حصل فبالتالي حيلخبط كل الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شطه، نجم الكره المصريه النادي الاهلي طبعا، ورئيس اللجنه الفنيه السابق للكاف، شكرا جزيلا يا فندم. خبر وحكايه، وزيره الصحه النهارده الحكايه ده خاصه بعمرو، اسفين يا استاذ عمرو.